ضيفنا اليوم شاب وسيم ونجم وصاحب صوت جدير بالثقة، تخطى حدود الانتشار ووضع مكانته الفنية على لائحة الاحتراف. شامخ معتز بنفسه بفنه ووطنه، وقف على خشبة مسارح عديدة، فإذا بالحلم اللبناني العربي إلى المجد يعلو. هز القاعات بالتصفيق، وخشينا أن يهتز ذاك الصوت، فإذا به ينساب من القلب إلى قلوب كل العاشقين والعاشقات لفنه وعطاء وطرب لوطنه. هو النجم عامر زيان. بنقول لك أهلا وسهلا فيك بإذاعتنا، إذاعة تطاوين من تونس الدولية، وكمان من لوس أنجلوس معك ألمز ميكسل وحريري. أهلا وسهلا فيك. أهلا مساكم يا رب، خليني إياكم. أنا بتشرف وموجود بيناتكم وبدي أحييكم وأحيي كل المستمعين. الله يخليك، مساء النور. أهلا وسهلا يا عامر. عامر نجمنا، شكرا كثير لكم. الله يخليك. كنت من فترة عم بتأسس حالك وقلت عم تركض كمان لحالك، ولازم حبيبتك ترضى بهيدي الحالة وما تتطلب كتير. فجأة لقينا عم بتقلنا بلاك بلاك، وحبها وجعك وحبها كتير عم بيوجعك. شو هالنقلة الحلوة هاي؟ يعني أسست حالك وهلأ عم تقول ما بدي إياكي؟ بتصدقي كل سنة هيك بكون أنا ماري بشي وبحب غني بكل شي بمرق يعني فيه، بحب أعمل موضوع واقعي. فالحمد لله بلشنا أول شي بغنيت أنا شاب، ورجعنا هلأ غنينا بلاك بلا بلاك، وعم نعيش جو العالم، عم نفوت على قلوبهم الحمد لله، يعني عم نلاقي أصداء حلوة. على فكرة عندك جمهور كبير كتير بأمريكا، وأنت من فترة كنت عنا، يعني جيت كذا مرة خاصة لوس أنجلوس والولايات كلها. عندك كتير معجبين وكتير عم يسمعوك هلأ، وإن شاء الله وكلهم بيقولوا لك، بيتمنوا لك التوفيق بكل شيء بتعمله. الله يخليني هيك يا رب. الحمد لله كنت بأمريكا، كان عندي تور الحمد لله كان كثير حلو بالاي كمان بلوس أنجلوس، وهلأ إن شاء الله قريبا كمان حنترجع على تونس بإذن الله. تونس الحبيب اللي مرحبا القلب. مرحبا بيك. كمان شو رأيك مجيد؟ طبعا ينورنا في تونس عامر، بس يعني شوي عندك وشوي عنا، يعني نحن ناطرين كمان، مش بس مجيد عندك أنت، يعني بدك هيك شوي. مرحبا بيك. خليني اياكي طالع الأسبوع الجاي إن شاء الله على أمريكا، إن شاء الله بعملكم زيارة بإذن الله طالع السياحة. يا ميت أهلا وسهلا. نعم، وأنا حبيت طبعا خلال هذا اللقاء المباشر نوجه تحية طبعا للمايسترو، نسميه مايسترو سليم سلامة، اللي نوجه له تحية كبيرة الليلة. آخر أغنية اللي هي جديدة الأغنية هذه الليلة، ونسمعوها حصريا اللي سمعناها منذ قليل، كانت بتعاون مع سليم سلامة، هكا ولا لا يا عامر؟ والله سليم أخ وصديق وحبيب، وهلا كنا مشوار سوا وتعاون، هو أكثر من غنية هلا بالمستقبل إن شاء الله، شغالين على 3 أغاني حلوين، وكثر خير الله توفقنا إحنا وياه بأغنية بلاك بلاك، وإن شاء الله يا رب يحبوها العالم، تلاقي هيك أجواء حلوة مثل ما نجحنا قبل، كثر خير الله إن شاء الله يا رب. ناوي تصورها ولا مازال؟ رح صورها إن شاء الله كيف مع المخرج وليد نصيف، وإن شاء الله بإذن الله على عيد الكريم عيد الفطر إن شاء الله حنهديها نهدي الكليب لكل الجمهور إن شاء الله بإذن الله. عامر طبعا مطلوب منك، لأنه بعض المستمعين ينتظروك في ديو، هل فما برنامج ديو ولا مازال مؤجل شوية المشروع هذا؟ هلا بعد إن شاء الله، يعني هلا عم في محكة بالموضوع، بس هلا بعد لهلا بعد ما في شيء يعني على الطريق إن شاء الله. إن شاء الله طبعا، لأنه فما جمهور يتساءل عامر زيان، نتمنى أنه يغني ديو. شكرا أيضا لتواصلوا معنا أحمد من مصر، شكرا أيضا سمير أيضا بالمساجات، شكرا ليك. نرمين تسلم عليك برشا، نرمين موجودة حاليا في لبنان تسلم عليك، والتحية البقية إن شاء الله نجوها تبعا نمشي لسلوى. سلم عليه كثير وبوسه من كل قلبي. عايشك فنانا نجمنا، هون عندك كتير صحيح معجبات. لما حضرتك مرة في كان مهرجان لكنيسة سيدة لبنان، حاولت اني ادخل احكيك ما قدرت، لانه ما كان يفتحوا لي مجال حتى اقرب واحكيك، بعدين تصورت معك. بس شو هالاعجاب، انه ليش، شو عم تعمل لهالجمهور لحتى الكل عم بحب انه يتعلق فيك، او وحده كانت بدها بس تلمسك، بدها تلمس قميصك وتشمك، شو هالمحبة، شو عم تعملون؟ الحمد لله هيدي نعمة من عند ربنا، وما بعرف، بس
انا بقول عن زكاة وعكرين، بس كتر خير الله. يعني انا لو حبيته وهيك يمكن ما كنت انا موجود، بس كتر خير الله. يعني هيدي نعمه من عند ربنا. الحمد لله. مجيد بدك كمل مع طبعا مجموعة من الأسئلة على السريع، ثلاثة أسئلة من عندي، ثلاثة أسئلة من عند سلوى. أسئلة على السريع، مطلوب منك إجابة صريحة واضحة ومختصرة. موافق عامر؟ يلا تفضل حبيبي. شكرا لك. بالنسبة لمسيرتك الفنية عامر، من وقف إلى جانبك حتى تنجح وتوصل إلى هذه المرتبة تحديدا؟ أستاذ سيمو أصمار وشركة رسانة. بالنسبة لك أنت، كل مطرب طبعا يطمح أنه يعمل ديو، فما بعض المطربين اللي عازفين عن الديو، تتمنى تغني الديو مع شكون؟ مع من تحديدا؟ نجوى كرم. الست نجوى كرم حبيبي قلبي. بالنسبة لك، فما من وقف إلى جانبك، فما من ساعدك، لكن من الوسط الفني هل هناك من أساء إلى عامر زيان؟ الحمد لله أنا ما عندي أعداء بالوسط الفني، كثر خلاها الله. يعني إن شاء الله إنه ما يكون في عنا هيك ناس بتسيء لنا، ونحن ما بنسيء لحدا إن شاء الله يا رب. عامر، شو برأيك الفنان الحقيقي كيف لازم يكون؟ يكون قريب للعالم، يكون شجاع على الأرض، يكون تواضع، أهم شيء تواضع. الفنان الحقيقي لازم يكون متواضع، بس هاي بتجي من مش متمثيل، يعني هيدي لازم تيجي تخلق معه. طب شو مفهومك للأغنية الشبابية؟ يعني الحمد لله بصير بفكر هيك بعد لقدام شو نطرنا، وبضل قول هيك بشكل رسمي، يعني كل شيء عطيني اياه، وان شاء الله بضل هيك على طول بالنجاح وبالاستمرار لقدام. واهم شيء برجع بقول لك، محبه العالم هي اللي بتخلي الفنان يكمل. واي حفله يلي ما بتنساها، يلي ما نسيتها، عملت حفله وما نسيتها؟ والله بصراحه من كل الحفلات حبيته، يعني بس الحمد لله اخر دور بامريكا كنت كثير مبسوط فيه. واضح واضح. وما زالت الجولات، وما زالت الحفلات طبعا، والسهرات والجمهور اللي يلتقي عامر زيان ان شاء الله من مكان الى اخر باذن الله. شنو رايك سمعنا حاجه الليله في اللايف مباشره؟ عين عيوني انه بلاك بلا بلا تطلعت فيي من القلك بدي اياك ترجع علي تكذب علي انكشفت اني القصه مش بيداي كذاب كبير كبير. الله يسلم هالصوت يا عامر. عامر إلك تحيات من كمان حبايبنا يلي دايما بيرفقونا ببرامجنا مع مجيد، أنا ومجيد برنامجه لمجيد لمع الأف أم، وأنا بقول على الهوى سوا. يعني كيف ما اتجهت بتلاقي حالك محاط بالمعجبين والمحبين لإلك. شكر خاص أو تحية من موريس نمرود اللي هو مومو ديزاين، كمان بيهديك وبيعمل لك إشياء حلوة وفيديو كليبس وفلايرز، وبيقول لك يسلم هالصوت ونورت، وحابب يشوفك لما تجي على أمريكا، بالإضافة لكل الأصحاب. يعني إذا بدي أذكر كل الأسامي ما في عنا وقت، بس كلهم الحبايب ناطرينك. شكر خاص من ألماز ميكس وبشاشي انترتينمنت وجميع الحبايب. الله يخلي لي اياهم يا رب، أنا بتشرف فيهم، ولي الشرف أني أتعرف عليهم، وإن شاء الله بقرب وقت إن شاء الله. نعم. ممكن أخذ سكوب صغير منك لألماز ميكس؟ قريبا ان شاء الله من بعد هيدي الاغنيه حتصدر اغنيه من الحان ملحن كبير مروان خوري. Alright. هذه حصريا الليله، خبر حصري الليله من عامر زيان لمجيد ولسلوى، مش هيك؟ نعم. مشكور طبعا عامر، ان شاء الله طبعا الاعمال كلها تلقي النجاح، احنا طمعين احنا طماعين برشا. سمعنا مقطع لايف من شويه من عندك، شنو تزيد تسمعنا الليله عامر؟ وانا شاب وعم اشفش حالي، لا عم بركض والله لا حالي، لازم تردي بهيد الحالي وما تطلبي، وبدك هيك وبدك هيك، مفكرتي ابن البيك كان حب عليك ونهيك ما تتعذبي. اي شنو رايكم الليله نسمعوها كامله الليله عامر زيان
أكيد في غنية عم أسس حالي اللي لا في توقيت الآن بتونس الساعة 11 ليلا وعشرين دقيقة. الله يخليكم يا رب. يا ريتك علي صبرت ولا تكبرت، بيت الحب كنتي عمرت ولا دمرت، ما بعرف ليش هيك طلعت وكيف تصرفت، شو انا مقصر شفت حتى تغيرت، على حدا غير تعرفت مزبوطة هالقصة، ولا كلمة ما تحكي انتي لك ما الله جرصة، طب غراضي شو ما كنتي ما بيطلع لك فرصة، ويلا الضبضبة يا نشف عم أسس حالي عم بركض والله لحالي، لازم ترضي بهيدي الحالي وما تتطلبي، وبدك هيك وبدك هيك مفكرتيني ابن البي، كان حب علي يكون هيك ما تتعذبي. نواصل معكم عم أسس حالي، بس نرجع لعامر الليلة نجمنا اللي يطلع علينا مباشرة من لبنان. عامر زيان، مرحبا بك عامر من جديد. خليني قلبك تملي، أهلا فيك. يعيشك الله يخليك عامر. طبعا من الأغاني اللي ناجحة الأغنية هذه، فما أيضا مالا، طبعا فما أغنية اللي سمعناها الأولى إن شاء الله تضرب الأغنية هذه وتلاقي النجاح الكبير. بالنسبة لك عامر، البرامج اللي موجودة حاليا الأرب أيدول ولا ذي فويس وإلا برشا برامج موجودة حاليا، هل يستهويك التنشيط يعني في البرامج هذه وإلا تبقى كمتفرج من بعيد فقط؟ اللي بتفرج عليه بتابعهم اوقات، برامج حلوه يعني، والبرنامج الحلو بتابعه اوقات حسب شغلي وهيك يعني حسب صداقتي. نعم، ما تفكرش نهار تكون من لجنه التحكيم انك تكون واحد منهم؟ يعني التجربه هلا التلفزيونيه بكير هلا علينا هاي. ان شاء الله ان شاء الله بالكشي في الفتره القادمه هيك، لانه كل المطربين حاليا متجهين هذا الاتجاه البرامج، وفما حتى شكون اللي عامل برنامج لوحده يعني حاليا في على المستوى الوطن العربي نحكي، مش كان في لبنان فقط، في مصر، في دول الخليج، وفما ايضا بعض المطربات اللي توجهوا الى التمثيل خلال شهر رمضان الجاي، رمضان 2014، هذا هي موضوع اخر. عامر، تمثيل هل يستهويك والا لا؟ يعني عم ينعرض علي هلا هذا الموضوع، بس انه كمان بيطلع صفقة فيها هلا، ماني صغير هذا المجال حاليا، ما فما حتى شيء في البال الا الغناء، الغناء فقط يعني موجود حتى تسلط عليه ضوء تعطيه حقه من الاغاني، لانه جمهورك اللي اي هذا هو. بعدين الحادث للحديث باذن الله. تفضلي سلوى. بنسأله بالشغل وبالفن وبالغناء، ما دخلنا شوي لشخصيته، بدنا ندخل شوي لقلبه ونشوف انه في حدا ساكن بالقلب هلا من هالمعجبات كلهم، يعني اكيد لازم يكون شوي عم ينبض اكثر من اللازم. لا هلا ما في حدا طمنوا، هلا ما في عندنا حدا فاضي حاليا. واضح. شو بتعمل باوقات فراغك؟ يعني هلا انت موجود بلبنان بس مقضيها سفر، ولا في عندك شيء شغلك يعني غير الغناء؟ تمام، الله رب طالع بريد، بعدين متوجه على امريكا، بعدين رجع عندي حفلات في لبنان، وهيك بقضي صور، انا رياضي كثير، بعمل رياضه وهيك يعني، بقضي اوقاتي مع حبايب والاصحاب. الحمد لله، هذا أهم حاجة، أن الواحد يكون متمتع بحياته. من الفنانين أيضا، لأنه فما بعض المطربين المقربين ليك، من المقرب من المطربين العامر زيان؟ يعني الحمد لله أكثر يعني، بس أنه المقربين هيك الله يخليه بشفته، سمعت طارق الرسول، تحب العيشة كثير، تحب الكلمة تحبه. نعم، هذوما المقربين، فما أيضا غيرهم. إن شاء الله فما جولة عربية قريبا ولا فقط أمريكا وبعض
بعض الدول الأوروبية، فما للدول العربية، هو فما إن شاء إن الله شاء الله قريبا جاي على جاي على تونس. بإذن الله. مرحبا بيك، جاي على تونس إن شاء الله قريبا. أهلا وسهلا. الله يخليك، أنا حكون كثير مبسوط وقت أوصل على تونس، شوف جمهور الحبيب، الشعب التونسي الحبيب اللي بحبه من كل قلبي. إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله تنورنا، وإن شاء الله نعملوا لقاء مطول خلال زيارتك لتونس، إن شاء الله كل نجاح، كل الحفلات تكون ناجحة. الله يخليك. حبينا السنياتير إمضائك الخاص الليلة، طبعا في نهاية هذا اللقاء الليلة مع عامر زيان اللي نورتنا بحق، يعني نورتنا من خلالك. أنت حبيت نحيي مجددا المايسترو سليم سلامة اللي أستاذ رائع جدا خلقا وأخلاقا وأيضا أعمال مميزة بالنسبة لي، حبينا ناخذ الإمضاء الخاص العامر زيان ليلى. بدي احييكم انا من كل قلبي، وانا كثير مبسوط فيكم، وصوري بعتذر يمكن شوي صوتي ضعيف، بس بدي احيي كمان سليم سلامه، بدي احييك لالك واحييك لالي، والله يخليكم يا رب. شكرا. السنياتير الخاصه من فضلك. اسمعوني مع مجيد عامر زيان. شكرا لك. بدي اهدي من كل قلبي وكل المستمعين. شكرا يا عامر، شكرا نورتنا، إن شاء الله مزيد من التوفيق، مزيد من التألق، مزيد من النجاحات، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة عليك في الفترة القادمة. الغنية إن شاء الله تضرب قريبا، إن شاء الله غنية جديدة بتكون مع مروان خوري، والكليب هذا إن شاء الله مع عيد الفطر يكون حاضر، إن شاء الله فيديو كليب جديد الإمضاء لعامر زيان. نورتنا الليلة يا عامر. الله يخليك، شكرا كثير، وانا بوصفكم كثير. شكرا لك، الله يخليك. شكرا. شكرا عامر زيان، اغنيته الليله في لمع على فم. انا ابعد عني، انا ازعل مني، شو مفكرتيني مجنون، الله لا يقدر. انا ابعد عني، انا ازعل مني، شو مفكرتيني مجنون، الله لا يقدر. الله لا يفرقنا، يحمينا ويسعدنا، وتضل انتي بحياتي وانا ابقى حالي.